يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء طقس شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حر على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلاً طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 38، الصغرى 25، إسكندرية 31 22، مطروح 30 21، بورسعيد 32 23، الإسماعيلية 39 23. أما عن السويس فالعظمى 38، الصغرى 22، العريش 34 22، طابة 36 23، شرم الشيخ 42 29، الغردقة 40 28. وإلى الأقصر حيث درجة الحرارة العظمى 45، الصغرى 29، أسوان 45 30، الوادي الجديد 44 28، شلاتين 40 27، حلايب 35 29. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.